السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير في امان الله، كلشي مزيان لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله في هذا الفلوق هذا غادي نوريكم شي اثمنه اللي هي قل من المغرب تقريبا في هذا السوبر مارشي. هذا غنوريكم شي اثمنه اللي تقريبا ما كايناش في المغرب، اثمنه ارخص سوبر كاين هنايا في شمال ايطاليا، وتقريبا هو كاين غير هنا في نواحي ديال الفينيتو، ما كاينش في ايطاليا كله. غنوريكم الاثمنه تقريبا، وما تنساوش عطيونا الراي ديالكم وقولوا لي كي داير الاثمنه، واش ناقصه على المغرب ولا اكثر. يلا تبارك الله عليكم، تابعوا معايا الفلوق. اول ما كندخل كناخذ قهوه هي الاولى، كتعجبني هذه القهوه هذه، كاينه هنايا في هذا السوبر هذا، قهوه زوينه وما غاليه. شحال كدير؟ 44 سنتيم، يعني 4 دراهم 40. كتسنى شي 20 ثانيه كتعطيها، باقي 7 ثواني 6 ثواني. بصحة القهوة ديالنا هي هادي. هذا داير البنطلة تشنتيزمي، هذا داير البنطة تشنتيزمي، برتو تكويس سي كوالي روبسون بس بركولي كي كورونا، بركولي كي كورونا اي كولي كي هانو لا فورسا اي كولي كي هانو شابين جرام البعويد. ها هو طري، باقي طري وباقي جديد تقريبا. شحال اورو 40 سنتيم. كلشي دايرين اوفيرت هنايا، العصير هنايا ما بغا حد تقريبا العصير، لان الناس ما بقاوش كيستعملوا داكشي ديال الكونسيرفانتي، داكشي ديال المعلب ما بقاوش كيستعملوه الناس بزاف. الثمن ديالو ديما ناقص. باريلا، هي باريلا دايره اوفيرتا، شحال دايره؟ السكيلو داير 59 سنتيم، يعني تقريبا 6 دراهم. مخيرة هادي الباستا مخيرة هي باريلا. هذا كاين شوفوا معايا انا شحال انواع ديال الزيت العود هذا، كلشي زيت العود هذا انواع فيه، كتبدا من تقريبا 2 اورو ونص لليتر، يعني حتى ل 10 اورو 12 اورو لليتر. بحال هذا هو 3 اورو، هذا نقولوا الزيت عادي يعني متوسطة. وهذه الزيت مخيرة اللي كدير شحال 4 اورو ونص تقريبا، مخيرة احسن زيت تقريبا ديال الطاليان، ديال الجنوب ديال الطاليان. مش حاجة مليحة، حاجة 4 أورو. أو السكر 45 سنتيم، هاهو السكر غير 45 سنتيم للكيلو. ودابا نمشيو للحوت، ها الحوت، ها السردين، ها الطون ديال المغرب، داكشي اللي بغيتوه. ها هنا واقيلا قل من المغرب، ها الطاجين فين هو؟ واش داير؟ ها هو داير 8 دراهم. واش نيت بصح 8 دراهم في المغرب ولا شحال؟ كاين بزاف الانواع، بزاف الانواع ديال كلهم جايين تقريبا غالبيه ديالهم من المغرب ومن اسبانيا، ولكن ديال اسبانيا حتى هو قول الحسبيه ديال الحسبه ديال المغرب. ها كاين بحال هذا النوع هذا زوين، هذا هو سردين، هذا احسن سردين. وكاين هذا سيفيان، هذا سيفيان هذا مخير. هذا دابا نديكم الزيت العاديه، ها الزيت فين هي؟ هذا الزيت العود، هذا الزيت العاديه هي عزيز بعد داير أورو تقريبا 10 درهم لتر، أو ديال 99 سنتيم، يعني يقول لك 10 درهم أورو 10 درهم كاع. وهادي 5 إيترو، 5 إيترو شحال كدير؟ كدير 4 أورو 70، 5 إيترو كدير 4 أورو 70.
وعادي يبغى عاوتاني داكشي ديال الخليج وداكشي ديال الجملة عاوتاني تيقلب بزاف وداكشي راه كيجي 25 متر 25 متر شحال كتجي 90 سنتيم وقلا اللوطر ولا 80 سنتيم في اللوطر. هذا عسل، العسل الحر هذا تقريبا بالشهادة ديالو 500 غرام كدير شي 6 أورو 60 يعني 70 درهم 60 درهم تقريبا. وعاد كاين بزاف على حساب الأثمنة اللي بغيتي نتايا، الأثمنة اللي بغيتي كلشي داكشي طبيعي مفيش يعني مكاينش الغش بحال هنايا هذا كيلو ب 6 أورو عاد زيد هذا هو ديال إسبانيا كيدير 3 أورو 50 مزيان مخير هذا يعني 3 أورو 50 مليحة أحسن عسل تقريبا. ممكن هنا الماء وكان هنا كاين الماء هو الجيطر كيدير شي 13 سنتيم يعني شي دراموس هذا دراموس. هاد المناضة المناضة ما بغاها حتى واحد تقريبا المناضة ما بقاش يستوكوها الناس مثلا بحال الفان تاع لي دراموس 75 سنتيم. هذا الدجاج حلال هو كيدير تقريبا شحال دير لي الكيلو ولا شي 2.90 الكيلو هاد جوج دجاجات جابو 4 وقول 5 اورو تقريبا. هذا هو النهار ديال اليوم، هذا الفلوق ديال اليوم كان هنايا في هاد السوبر مارشي وقلت بغيت نشارك معكم هاد الاثمنه هادي لان كتجيني تقريبا قل من المغرب. هاد الاثمنه ديال التقليه ديال هاد السوبر مارشي كتجيني تقريبا قل من المغرب وكنت راه نشاركها معكم. ايوا هذا هو الفلوق ديال اليوم يعني نتمنى يعجبكم وتبارك الله عليكم. وما تنساوش باش ديروا واحد المشاركه ولا واحد سبسكرايب غادي تلقاها تما كاينه برك عليها راه تلقاها بالاحمر ولا ابوني ولا مشاركه بالعربيه ولا المهم دير اللي لقيتي ديرو ولا واحد الصباح كاين تما كاينه وراك عليه. يلاه نهاركم مبروك ونتمنى لكم التوفيق في الحياه اليوميه ديالكم. يلاه السلام عليكم. بارك الله فيكم، شكرا.